برئاسة سعادة النائب أحمد عبد الواحد جراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، اختتم وفد الشعب البرلمانية مشاركته في أعمال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر العاصمة خلال الفترة من 26 حتى 27 من مايو الجاري. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الجزائر سعادة النائب أحمد عبد الواحد جراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أهلا بك في نشرة الأخبار. حدثنا عن مشاركتكم وأهم المخرجات التي توصلتم لها خلال المؤتمر. طبعا كان الاجتماع اللجنة التنفيذية 34 في تاريخ 25 مايو لأعمال المؤتمر 36 للاتحاد البرلماني العربي، كان في الفترة من 26 إلى 27. شهدت أعمال الجلسة الرئيسية إشادة واسعة بنتائج مخرجات قمة البحرين وما تقدمت به مملكة البحرين من مبادرات رائدة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ومن بينها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإحلال السلام في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتوفير كافة الخدمات التعليمية للرعاية الصحية المتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة بالتعاون والتنسيق بين مملكة البحرين والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة في تطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي. وكذلك على الصعيد ذاته ثم الاتحاد في التحرك على الأرض جاء لتكملة ما جاء في قرارات القمة العربية لتفعيله وللتواصل مع أصحاب القرار المؤثرين في العالم لإحلال السلام في المنطقة العربية، من بينها في زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه رئيس الدورة الحالية للقمة العربية للجمهورية روسيا الاتحادية إزاء التحديات الإقليمية والدولية الراهنة في تعزيز هذه التحالفات من هذه الدول له أثر كبير ينعكس على قرارات الأمم المتحدة. وحضور وفد الشعب البرلمانية واجتماعات اللجنة الدائمة للاتحاد البرلماني العربي، لجنة فلسطين ولجنة الشؤون الخارجية والبرلمانية ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب، وقد فازت مملكة البحرين برئاسة لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب بسعادة النائبة زينب عبد الأمير عضو مجلس النواب ونائب رئيس وفد الشعب البرلمانية. وفي اليوم الثاني تم مناقشة وقرار تعيين سعادة السيد أحمد بن علوي بن حفيظ بعبود من سلطنة عمان الشقيقة أمينا عاما للاتحاد البرلماني العربي وأعطاء الأمين العام السابق مدة شهر فترة استلام والتسليم، وهذا مقترح من مملكة البحرين. وقرر المؤتمر في السياق ذاته إلى عودة الاتحاد البرلماني إلى مقره الدائم في دمشق عاصمة الجمهورية العربية السورية ونقله من بيروت إلى دمشق. تم تكريم سعادة النائب عبد النبي سلمان بجائزة التميز البرلماني من فئة عضو البرلماني وتسلمها بالنيابة سعادة السيد طلال المناعي عضو مجلس الشورى والمشارك ضمن وفد الشعب البرلماني، وكذلك تكريم سعادة المستشار راشد بو نجمة بجائزة التميز البرلماني من فئة أمناء البرلمان وتسلمها سعادة النائب هشام العوضي عضو مجلس النواب المشارك ضمن الوفد الشعب البرلماني. في ختام هذه يعني زيارة استعراض طابق خاص، تم إصدار طابق خاص أصدرته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يحمل إعلام الدول العربية بمناسبة استضافة أعمال اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد البرلماني العربي في الجزائر. من الجزائر سعادة النائب أحمد عبد الواحد جراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.